معايا من فيينا الأستاذ مصطفى. أنا برحب بحضرتك مرة تانية. حجم التجارة الإلكترونية في النمسا وأهم القطاعات النشطة. أهلا بيك أستاذ أخوات. هو الحقيقة نظرا للانتشار الكبير للتجارة الإلكترونية في السنوات الأخيرة على مستوى العالم، فعلينا ان احنا نوضح في الاول ازاي هذه التجاره وعيوبها الناتجه عنها. فنبدا بالمزايا. مثلا هناك العديد من المزايا اللي بتقدمها التجاره الالكترونيه لعملائها ومنظمات وللمجتمع. على سبيل المثال، اولا مزايا للمنظمات، بتستطيع المنظمات استخدام التجاره الالكترونيه لتوسيع سوقها من السوق المحليه الى السوق الدوليه وبأقل رأس مال ممكن. بتسهل التجارة الإلكترونية إمكانية حصول المنظمة على مزيد من العملاء والزبائن. بتسهل أيضا إمكانية الحصول على شركات عمل مناسبة وأفضل موردون من كافة أنحاء العالم. بتساعد على تخفيض الإنتاج بهدف إنشاء عملية الاسترجاع والتوزيع وإدارة المعلومات الورقية من خلال رقمنة المعلومات. بتعمل أيضا على تقديم المنظمات أفضل خدمات للعملاء، وبتجعل يعني العمليات التجارية أكثر بساطة وسرعة وكفاءة، وبتقلل التجارة الإلكترونية الكثير من التعاملات الورقية، وبتعمل على زيادة إنتاج المنظمة نظرا يعني للدحض ونوع من إدارة التوريدات. نظرا ان العمليه التجاريه بتبدا عند طلب العملاء حيث يستخدم الوقت فقط في طريقه تمام. في مزايا كمان للعملاء. بيستطيع العملاء الاستفسار عن المنتج او الخدمه المقدمه ليهم في اي وقت. بمعنى ايه؟ فندم؟ بمعنى ايه يقدروا ان هم يستفسروا عن المنتج؟ يستفسر عن المنتج وعن الخدمه المقدمه ليه في اي وقت خلال اليوم. وده راجع لتوفير الخدمة طوال ال 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع. يستطيع العميل أيضا كتابة تعليق للمنتج، ويمكنه مشاهدة تعليقات المشتريين حول المنتج قبل ما ياخذ القرار النهائي للشراء. بتوفر أيضا خدمة المزادات الافتراضية. بتسهل أيضا للعميل الاطلاع على المعلومات التفصيلية المتعلقة بالمنتج وللخدمة خلال ثواني دون الحاجة لانتظار عدة أيام أو أسابيع. بتساعد أيضا على زيادة التنافس، مما يجبر المنظمات على تقديم تخفيضات كبيرة للعملاء. تمام. في أيضا مزايا. هو طبعا مزاياها عديدة، يعني مزايا عديدة طبعاً. هنتكلم عنها بشكل أكبر.